دلوقتي هنروح لجولة في المحافظات، معنا أخبار من دمياط خاصة بصيانة كورنيش البحر في رأس البر استعدادا طبعا لموسم شم النسيم، وكمان أخبار تانية من أسيوط واللي تم فيها فتح منافذ الإصلاح الزراعي المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة، وأخبار أخرى من محافظات أخرى زي شمال سيناء وسوهاج. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، خلونا نبدأ من العاصمة حيث تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالة مناطق السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر وإخلاء وتسكين 206 عقارات من إجمالي 520 عقار، وأيضاً تسكين 667 أسرة مستحقة بكومباوند الخيالة من إجمالي 1660 أسرة. في سوهاج أكد المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إن الشركة استهدفت طلاب 50 مدرسة بجميع المراكز والقرى ضمن حياة كريمة لتعريف الطلاب بحجم الاستثمارات اللي بتضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي، وأيضاً لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على هذه الاستثمارات. في شمال سيناء أهدى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء درع المحافظة للطالبة أماني أبو العلا والفائزة بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى وإلقاء الشعر والخطابة. في دمياط تمت أعمال الصيانة للشواطئ والاستعدادات لموسم شم النسيم والصيف في مدينة راس البر، بالإضافة لاستكمال أعمال تسوية الرمال بطول الشاطئ. في أسيوط تم فتح منافذ الإصلاح الزراعي المتنقلة لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة وبأقل عن مثيلتها بالأسواق، وده للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل.